الناقد الرياضي الأستاذ وليد الحريري، الناقد الرياضي بالأهرام الرياضي. يا أستاذ وليد، مساء الخير عليك. خير يا أستاذ هشام. أستاذ أمير، معك. أخبارك إيه؟ أخبارك إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله. أنا عارف إن أنت كنت متابع قوي للدوري البلجيكي، وأكيد كنت متابع أكيد بشكل أقوى لإندرلخت في توقيت تولي المسؤولية تحت قيادة رينيه فايلر. عايز أخذ تعقيب منك على تعاقد النادي الأهلي مع هذا المدرب، وأبرز ما يميزه وإيه اللي هيضيفه إن شاء الله بإذن الله بالنسبة للنادي الأهلي. شوف، طبعا اولا بنبارك للنادي الاهلي هذا الاعلان والتعاقد مع رينيه المدرب السويسري الجديد. الحقيقه في امير مدرستين، لما نادي كبير بحجم النادي الاهلي او اي نادي بطولات بيحب يتعاقد مع مدرب جديد. في مدرسه بتقول ان احنا نجيب مدرب صاحب سي في قوي، مدرب صاحب خبرات، مدرب تعامل قبل كده مع انديه كبيره في اكثر من محطه وقدر يكسب عدد من البطولات وتعامل مع النجوم و الحقيقه هذه المدرسه ممكن تكون مضمونه النجاح في حاله ان انت توفر لهذا المدرب نفس الظروف، هذا المدرب الكبير اللي انت بتتعاقد معاه كويس، توفر له نفس الظروف اللي كانت موجوده في الانديه اللي اشتغل معاها قبل كده. طبعا ده بيحتاج رواتب عاليه ليه او للجهاز المعاون، والاهلي الحقيقه تعاقد قبل كده مع مدربين بهذه النوعيه. كنا نتذكر مارتن يول طبعا بالسبيل قوي والشغل طبعا الهولندي. الاهلي تعاقد قبل كده مع اوليفييرا، توني اوليفييرا المدرب البرتغالي، وكان صاحب سيره ذاتيه قويه جدا. يعني دي كانت تجارب للنادي الاهلي والزمالك، حتى تعاقد قبل كده مع هنري ميشيل وروس. في مدربين ليهم سي في قوي ودخلوا الدوري المصري، بعضهم نجح وبعضهم لم ينجح لاسباب مختلفه. بالظبط. على الجانب الثاني المدرسه وطبعا في العالم كمان في انديه كثيره بتعتمد على هذه المدرسه ان هي تتعامل او تتعاقد مع مدربين كبار ليهم اسماء. يعني لما السيتي جاب مدرب بتفكر في جوارديولا، لما ريال مدريد حب يتعاقد في فتره سابقه مع مدرب تعاقد مع جوزيه مورينيو. نفس الشيء انتر لما تعاقد مع كونتي هذا الموسم، وهكذا. المدرسه الثانيه واللي بتلاقي رواج في العالم كله الحقيقه في هذه الفتره هي انك يكون عندك مشروع، يعني تكون نادي عندك دارس مستقبلك بشكل جيد، ويكون عندك مشروع ومسار عايز تمشي عليه ومرتب له ومخطط له، وبالتالي تتعاقد مع اسم او مدرب يناسب هذا المشروع. كويس. في العالم بنشوف انديه صارت على هذا الدرب، وانديه كبيره وانديه عظيمه وانديه بطولات. في البدايه من زمان الحاله اللي كان عاملها جوارديولا مع برشلونه، جوارديولا جاء من الفريق الرديف في برشلونه، ما كانش مدرب كبير ومع ذلك كان حقق النجاح الاعظم بالظبط في تاريخ كل انديه العالم مع برشلونه. نفس الشيء لما بروسيا دورتموند اختار يورجن كلوب بعد تجربته مع ماينز مثلا، حتى ريال مدريد لما تعاقد مع زين الدين زيدان، دلوقتي في انجلترا تشيلسي عمل ده مع لامبرد، مانشستر يونايتد عمل ده مع سوليشاير. يعني في انديه كثيره جدا في العالم كله حاليا بتفكر في هذا المسار. شروط نجاح مدرب بهذه الكيفيه او هذه الفلسفه زي ريني فايلر، ازاي ريني فايلر ينجح مع النادي الاهلي؟ اولا هل النادي الاهلي اختار ريني فايلر بشكل جيد؟ بالتاكيد نعم. أكيد. يعني انا في رايي الشخصي المتواضع ان اختيار ريني فايلر كان بناء على مقومات. انا عن نفسي شايف في هذا المدرب اولا انه عنده من الطموح ما يكفي انه يستطيع ان يقود النادي الاهلي. ثانيا صاحب شخصيه قويه، انا درست حتى في مسيرته انه دايما كان عنده راي خاص فيه، بيرفض اي ضغوط او تدخلات من اي ادارات تعامل معها. كويس. وبعض المدربين الشباب اللي هم بيحاولوا يكون عندهم ليونه في البدايه على ما اسمهم يتعرف وعلى ما ياخدوا خبرات، لا، ريني فايلر مش من هذا او مش من هذه المدرسه، لا، ده يديك انطباع انه عنده شخصيه، ما عندوش اي مشكله انه يترك النادي لو حس ان في تدخلات في عمله. ثاني شيء ان السي في مناسب جدا لسنه، يعني هو الراجل عنده دلوقتي 45 سنه. كويس. الراجل بدا مسيرته التدريبيه واعتزل مبكرا بسبب اصابه، لكن بدا مسيرته التدريبيه كمان مبكرا وهو عنده 33 سنه في فرق شباب، ثم 36 سنه مع فرق اولى في درجه ثانيه، لحد ما وصل وتولى تدريب اندرلخت. والحقيقه انا كنت متابع جدا لاندرلخت في الدوري الاوروبي بالزبط. 2017 وكنت معجب جدا وقتها بريني فايلر مدرب الفريق في هذا الوقت. لانه ليه؟ ابرز الجوانب اللي عجبتك فيه كانت ايه وانت بتتابع اندرلخت؟
انا كنت شايف فايلر يورجن كلوب جديد. ليه؟ اولا عنده ليونه تكتيكيه، يعني مش متجمد تكتيكيا، يعني كل مباراه ريني فايلر بياخدها بيلعب بتكتيك مناسب لهذه المباراه. كان دايما في المباريات اللي على ارضه كنت بشوفه بيهاجم وبيضغط من اول دقيقه بكل ارجاء الملعب وبيجيب اهداف كتير، سواء ده في الدوري البلجيكي او في الدوري الاوروبي. لما بيلعب بره ارضه في مدربين شباب في بداياتهم بيكون عندهم حماسه وحميه وعايز يلعب ويفتح الملعب ويجيب اجوان كتير، والحقيقه دي كانت بتعمل صدمات. والكره عموما في العالم خسرت مدربين كتير كان ممكن يكون ليهم مسيره مميزه واكفاء علشان هذا التهور في البدايه، لكن الحقيقه فايلر ما كانش كده. يعني عقليه فايلر كانت عقليه مدرب خبير بيعرف يتعامل بره ارضه كويس. طبعا كلنا ما نقدرش ننسى المباراتين الذهاب والاياب اللي لعبهم ضد مانشستر يونايتد قدام مدرب عظيم زي مورينيو بالظبط، وازاي طبعا وازاي كان ليه الافضليه في الذهاب او الاياب وخسر في الاخر في الوقت الاضافي في مباراه اللي اتلعبت على اولد ترافورد. المقومات اللي عند فايلر مقومات مدرب ينجح، مقومات مدرب محتاج بيئه معينه انا اتوقع ان هي تكون موجوده في النادي الاهلي. اولا فايلر محتاج انه ما يكونش في اي تدخل من اداره في عمله، ده طبعا موجود في النادي الاهلي بالظبط، ده من مقومات او من الاشياء اللي بتميز اداره النادي الاهلي. لا تتدخل في عمل مدربيها. ثاني شيء ريني فايلر محتاج حمايه من الاداره في بدايه مشواره على الاقل ضد الانتقادات، سواء بقى انتقادات الاعلام او انتقادات السوشيال ميديا او يعني محتاج الاداره تكون في ظهر هذا المدرب في البدايه على الاقل علشان يقدر يتكيف على الاجواء وعلشان يقدر يوصل فلسفته للاعبين بشكل كامل في بدايه مشواره، لان هو اكيد هيحتاج وقت عشان يتكيف مع الاجواء في مصر، اكيد هيحتاج وقت علشان يتعرف على اللاعبين، وده موجود عند اي مدرب في العالم بيبدا تجربته الجديده. فمحتاج حمايه من الاداره، محتاج انه يطلق يده في الصفقات، ودي كانت بتبقى مشكله عنده مع كل او بعض الانديه اللي تعامل معها، اللي كان بيبقى فيه تدخلات من الادارات في اختيار اللاعبين. هو الظروف الحاليه طبعا ما اختارش صفقات النادي الاهلي في الصيف، لكن بدايه من يناير المقبل هيكون فايلر هو المتحكم او المسيطر على اختيارات اللاعبين، واتوقع ان اداره النادي الاهلي هتدي له هذا الحق. اكيد وانا اتمنى شخصيا، مش عارف اذا كان ده ممكن يحصل ولا لا، انه يتم التعاقد معاه لمده موسمين من البدايه ويتم التعامل معاه، لان هذا الرجل مشروع مع النادي الاهلي لمده موسمين، بما ان كان في قناعات ودراسه سيرته الذاتيه والقناعه بفكره وقناعه شخصيته وقناعه بمشروع. فاذا هذا الرجل يستمر لمده موسمين ثم يحاسب على ذلك مهما كانت نتائج الموسم الاول، انا اتوقع ان هي تكون جيده لو توفرت الظروف. عندك تفاؤل كبير انت بيه يا دكتور؟ ما سمعتش حضرتك. عندك تفاؤل كبير بالمدرب؟ انا بناء على دراستي بشخصيته وبناء على دراستي الفنيات وبناء على متابعتي الصفه ليه، حتى انا من ساعه اعلان النادي الاهلي برضه حبيت ارجع لبعض الهايلايتس وبعض الاحصائيات والارقام وحاجات خاصه بمبارياته مع اندرلخت تحديدا، لان انا عايز جماهير النادي الاهلي او النقاد عموما يحكموا على تجربته مع اندرلخت وليس فيما قبل اندرلخت. لان ما قبل اندرلخت ده كان لسه مدرب، نقدر نقول مدرب ناشئ بياخد خطواته الاولى وبيكتسب خبرات لحد ما تولى حاله مشابهه للنادي الاهلي اللي هو نادي اندرلخت، نادي بطولات في بلجيكا، نادي صاحب جماهيريه عليه ضغط في كل مباراه ونجح نجاح منقطع النظير في الموسم الاول. ولما حصل بعض الازمات وبعض التدخلات من الاداره في الموسم الثاني ما كانتش الدنيا جيده، وهم استعجلوا عليه في الاقاله لما خسر من بايرن ميونخ 3-0، والحقيقه دي كانت خساره منطقيه جدا، والدليل ان اندرلخت كمل البطوله بنتائج سيئه حتى بعد رحيل فايلر. فاذا ملخص الكلام ان هذا الاختيار اختيار مناسب جدا لمشروع للنادي الاهلي. اتمنى ان يعقبوا اعلان من اداره النادي الاهلي بملامح هذا المشروع القادم، ما يكتفوش بس باختيار المدرب لكن ملامح لمشروع هذا المدرب، والنادي الاهلي محتاج منه ايه تحديدا، وايه الخطوات اللي النادي الاهلي هيتابعها خلال مستقبل هذا المدرب، لحد اعتقد ان شاء الله يعني سيحقق هذا المدرب مع النادي الاهلي لو توفرت الظروف نجاح كبير جدا، واعتقد انه هيكون نجاح منقطع المدرب ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا. دكتور وليد الحديدي الناقد الرياضي بالاهرام الرياضي، واللي اتكلم في تفاصيل كثيره جدا خاصه بالمدير الفني الجديد مستر